الله إليكم. هذا يقول: حلفت بالله بأن لا أتداول الأسهم، وحصل هذا الحلف عدة مرات متفرقة، ولكن بسبب البحث عن الرزق أرجع إلى العمل في تداولها مرة أخرى، فماذا أعمل؟ تداول الأسهم يسميه بعض الإخوان محرقة الفلوس. كثير من الذين يدخلون فيه ما يعرفون، ويدخلون مع المضاربين ويرجون مع المضاربين يحط لهم بعض المرات حاجات يستفيدوا منها، لكنهم ينتهون إلى إفلاس مساكين. ولذلك يا إخواني، سوق الأسهم الذي ليس عنده خبرة تروه سوق خطر، خطر جدا، وربما يتلاعب فيه بعض المضاربين الذين يرفعون بعض الخشاش، الشركات اللي ما تسوى يرفعونها فيشتري الناس فيها. يا أخي ليش تشتري؟ اشتر في الشركات اسمها السمينة، اشتر في الشركات السمينة التي لو حتى جلست عندك يجيك منها عائد، صحيح، وربما يوم من الأيام ترتفع. أما أن الإنسان يذهب يشتري شركة ما تساوي 10 ريال ويشتريها ب70 ريال، هذا يعني أنا أشوف أنه جرم. وأنا كنت أتمنى لو أن سوق الأسهم، ونحن نعرف حرص القائمين عليها وكذا، يكون فيه لجنة تشوف هؤلاء الذين يوصلون هالخشاش إلى يعني أماكن غير معقولة، ف يعني يضعون لهم حد، يضعون لهم حد، لأن أغلب اللي يدخلون هالمساكين اللي مجمعين القرش والقرشين يروحون يضيعونها في مثل هذه الأمور. نعم.